وبشأن تطورات الأوضاع السياسية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. سيد حسين، مرحبا بكم. يعني بعد أقل من يومين ستعقد جلسة البرلمان، حتى هذه اللحظة لم تتشكل الكتلة الأكبر. توقعاتك سيد حسين في ظل محاولات تأجيل جلسة البرلمان كيف ستكون؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أنا أعتقد موضوع الكتلة الأكبر اللي إحنا نعيشه، هناك أمر آخر يسبقها. هل الانتخابات سلمنا بأنها هي انتخابات حرة ونزيهة، وكل من تكلم عنها أصبح كلامه باطل؟ عندما تكلم البرلمان وعقد ثلاث جلسات وأقر بأن هذه الانتخابات فيها تزوير كبير، والحكومة أقرت هذا التزوير والجميع أقر هذا التزوير، هل نحن مباشرة ننتقل إلى الكتلة الأكبر ونترك هذا الأمر؟ هذه نقطة واحدة. ثانيا، الكتلة الأكبر الذي نعيشها والعراقيين يعيشوها اليوم صار تقريبا أكثر من أسبوعين هي كذبة يا سيدي. كيف تكون كذبة أنه زعامة الكتلة الأكبر بين اثنين كلاهما من حزب الدعوة؟ بمعنى أنت تريد حزب الدعوة خذ حزب الدعوة، ما تريد حزب الدعوة خذ حزب الدعوة. هذا الأمر من 2003 هناك أصبح عرفا سياسيا بأن رئاسة الوزراء هي لحزب الدعوة. مهما كان الفائز ومهما كان الذي يريد أن يشكل الكتلة الأكبر، هل يسمح الائتلاف وحزب الدعوة بتشكيل كتلة أكبر من غيرهم؟ جواب لا وألف لا. طيب، هذه سيد حسين، هذه الخلافات بين الكتل وبين التحالفات في البرلمان الجديد، تعتقد أنه سيؤثر على عملية اختيار رئيس الوزراء من داخل حزب الدعوة؟ يا سيدي، رئيس الوزراء تسميه الولايات المتحدة باتفاق مع إيران، بالتوافق الإيراني. طيب، تسميه الولايات المتحدة ولكن أيضا بتوافق إيراني. ولهذا لاحظ أنه الاجتماعات المهمة ما بين السفير الأمريكي وقاسم سليماني والسفير الإيراني، واليوم قادة الكتل يتزلفون لمن يستطيع أن يحصل على اجتماع أو يحضر اجتماع مع هؤلاء. فنحن لا نعيش كذبة الكتلة الأكبر. عندما فاز الدكتور عياد علاوي 2010، هل سمح له بتشكيل الكتلة الأكبر؟ هل قبل بفوزه؟ الجواب لا. فإذا نحن نقول كالآتي، أنه هناك شخصيتين تتصدر المشهد، نور المالكي وسيد حيدر العبادي. أنا من وجهة نظري أعتقد أن حيدر العبادي هو الأوفر حظا في تشكيل الحكومة ولدورة ثانية. طيب، سبب هناك له قبول أمريكي وقبول إقليمي، ونوعا ما هناك سطر كبير من العراقيين متوافقين عليه كضرورة لابد منها، يعني ليس حبا به وإنما غياب البديل أو البديل الأسوأ. طيب سيد حسين، هناك ربما تكون تصريحات غير معلنة وهناك تحليلات للكثير من المحللين والكتاب السياسيين يقولون بأن الولايات المتحدة متمسكة بالعبادي وإيران ربما تكون متمسكة بالعامري أو بنوري المالكي، ما مدى دقة هذا الطرح؟ أنا أعتقد أنه التمسك فقط هو بحزب الدعوة، لم يتمسك أحد إلا من أجل مصالحه. الولايات المتحدة لم تتمسك بالعبادي، والإيران لم تتمسك بشخص هذه العامري، وإنما ممكن تستبدل بهذا العامري واحد، هذا العامري رقم اثنين، أو هذا العامري رقم ثلاثة، وكذلك الأمريكان. ولهذا السبب نحن علينا ألا، يعني حيدر السيد حيدر العبادي عندما أصبح رئيس وزراء ألم يفاجئ العراقيين بأنه أصبح هو المرشح بينما كان نور المالك هو المرشح رقم واحد وهو الفائز في الانتخابات؟ إذا تسمية رئيس الوزراء علينا أن ندرك أنه محسومة أمريكيا، ولكن الأمريكان يريدون أن يكون على الأقل قبول لقرارهم من خلال تقنين هذا القرار الأمريكي من خلال أعضاء مجلس النواب. ولهذا قبل أيام اجتمعوا مع سعود برزاني لحصول على أكبر عدد من الأصوات، اجتمعوا مع الكتل السنية وإذا يسمعون الآن مع الآخرين، وعندما يسمعون مع هذا العامري ليس معنى أن يقولون له أنت البديل، وإنما يقولون عليك أن تقبل بما نحمل بما نقوم به نحن. ممكن أن يرضوه ببعض الوزارات، الموضوع هو لا يخرج عن حزب الدعوة، ولكن أكرر وأقول أنه العباد هو الأوفر حظا من يعني غريمه المالكي أو من هذا العامري. سيد حسين، تعتقد أن التضارب في تصريحات الكتل في موضوع ترشيح فالح الفياض، هل تعتقد أنه سيعمق الخلاف بين الكتل الشيعية كما وصفها شيروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية؟ نعم، الكتل الشيعية لا تختلف إلا على رئاسة الوزراء.
طيب تصل الى تصل الى حد ماذا؟ تصل الى حد، هل تصل الى مرحله ربما التخندقات؟ متفقه جميعا على حكم المذهب في العراق هذا ما لم تتخلى عنه مهما يكن، مهما يكن هي لا تتخلى عن حكم المذهب، هذا ما الذي يجب ان يعرفه العراقيين، ولكن تختلف على تسميه رئيس الوزراء وتصل الى حد الاقتتال فيما بينها والتصفيات الجسديه فيما بينهم. طيب. في قضيه رئاسه الوزراء. سيد حسين، ايضا تصريح لشيروان الوائلي مستشار رئيس الجمهوريه يقول بان الرئيس معصوم لا يملك صلاحيات تاجيل موعد جلسة البرلمان الجديد، هل تعتقد أن معصوم دخل في عملية الابتزاز؟ أنا أعتقد السيد معصوم ليس معصوما. موضوع جلسة البرلمان هي ممكن سينتخب شخصا توافقيا مؤقتا أو شخصا يعني الرجل الأكبر لإدارة الجلسة ثم تؤجل الجلسات، هي ليست قضية يعني ستحسم بها كل الملفات، لكن اليوم بدينا نتطور من رئاسة الوزراء إلى رئاسة البرلمان أيضا، وهكذا كل دورة انتخابية نحن ندخل في إشكال وخلاف بين الكتل تزداد على ما قبلها، كنا سابقا فقط على رئاسة الوزراء، اليوم أيضا على رئاسة البرلمان مختلف الكتل. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.